النهارده في مناسبه الحقيقه يمكن واحد من اللعيبه اللي ليهم يعني عندي انا شخصيا ومتهيألي كل جماهير النادي الاهلي هتتفق مع الكلام ده، صاحب رحله عطاء كبيره جدا جدا. الاخلاص والانتماء ترمومتره الوحيد تلاقيه وتقيسه في المدرجات، تلاقيه وتعرفه من الجماهير، ووليد سليمان بيحتل مكانه كبيره جدا في قلوب كل الاهلاويه الحقيقه. مشوار طويل امتد مع النادي الاهلي لسنين طويله، حقق فيهم يمكن 27 بطوله، والحقيقه يمكن اهم من البطولات والانجازات واللحظات الحاسمه اللي دايما وليد كان ظاهر فيها ومؤثر فيها وصاحب لمسه وبصمه مهمه جدا، يهمنا كمان احساس الروح الفانيله الحمراء لعيب الحقيقه. وان كان كل لعيبه النادي الاهلي اللي ارتدوا تيشرت النادي الاهلي في كل العصور وفي كل اجيال نجوم، في لعيبه بترتقي لدرجه السوبر ستار، نجم النجوم وبالتاكيد وليد سليمان واحد منهم. وليد بيحتفل النهارده بعيد ميلاده ال 37 كل سنه، وهو بالف صحه وخير وسعاده هو وكل الناس اللي بيحبهم وبتحبه. نقول له كل سنه وانت طيب طبعا من السادسه، ونتمنى لك سنه ان شاء الله سعيده وناجحه وتحقق فيها كل نفسك فيه. خلينا نروح لعناوين